هلا والله، دخل علينا شهر يوليو وراح نستعرض لكم الألعاب المجانية الخاصة بمشتركي بلايستيشن بلس والإكس بوكس جولد. والحين نبدأ في البلايستيشن بلس. أول لعبة مجانية معنا هي PES 2019 أو Pro Evolution Soccer 2019، وهي لعبة كرة قدم غنية عن التعريف. الجزء هذا أضاف خواص جديدة للعبة، وأيضا في طور الماي كلوب والماستر ليج، واللي يخليك تخوض في مسيرة لتحقيق النصر لناديك في اللعبة. ثاني لعبة معنا هي لعبة السباقات Horizon Chase Turbo. هي لعبة سباقات سيارات مصممة بأسلوب التسعينات، وفيها أطوار كثيرة متنوعة مثل طور الورد تور واللي يخليك تخوض السباقات حول العالم، وأيضا تقدر تلعب 4 لاعبين بنفس الجهاز. والآن ننتقل إلى ألعاب الإكس بوكس جولد. أول لعبة معنا هي لعبة إنسايت، بتكون متوفرة طول فترة شهر يوليو. اللعبة اشتهرت بأنها من أفضل ألعاب الألغاز ومن أجمل الألعاب أيضا. اللعبة ما فيها أي حوار، فقط اللعب كله أكشن وألغاز متنوعة وأجواء مريبة، وفي نفس الوقت تشدك الأحداث فيها. ثاني لعبة معنا هي Castlevania Symphony of the Night، تشتغل عن طريق توافق ألعاب الإكس بوكس 360، وبتكون متوفرة من 1 يوليو إلى 15 يوليو. اللعبة غنية عن التعريف، وتعتبر اللعبة اللي أسست أسلوب اللعبة مترويد فينيا. طبعا مترويد هي الأساس سبقتها، لكن كاسلفينيا أضافت عليها. وفي اللعبة راح تلعب بشخصية ابن دراكولا ألوكارد، واللي تسرقت منه قوته بداية اللعبة، وتخوض مغامرة في استكشاف قصر دراكولا العملاق وعشان تسترجع قوتك. وهذه كانت أهم الألعاب المجانية لهذا الشهر. قولوا لنا إيش الألعاب المتحمسين تلعبونها تحت في الكومنتس. كان معكم هذا الشيحة، يعطيكم العافية، مع السلامة.